السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. بهذا الفيديو راح أحكي عن منحة الكايكا بورصو، طبعا للطلاب الأتراك أو للطلاب السوريين المجنسين أو لكل طالب حاصل على الجنسية التركية. طبعا هي أخبار أولية، لسه ما في خبر أكيد 100% من الموقع الرسمي لمنحة الكايكا. طبعا جميع الأخبار الأولية والصحف والمجلات التركية مثل الصباح أو حريات، تمام، كلهم عم يحكوا إنه المنحة حتفتح ب 16 بالشهر، وإنه عم يقولوا إنه المنحة حتفتح بهذا الشهر بهذا الأسبوع، تمام. فكلياتنا عم ننتظر الأخبار. طبعا هاي أخبار أولية، وإن شاء الله بس ينزل الخبر الرسمي على موقع الكاياكا راح يتم شرح عن المنحة، بالإضافة لذلك عن كيفية التسجيل. طبعا موقع المنحة الرسمي راح ندخل عليه هلا، تمام، هو اسمه كاياكا، راح أدخل عليه، نعطيه دخول. هذا هو الموقع الرسمي للكاياكا، طبعا منه كل شيء بنحس نعرف ان كان عن السكن، كان عن اي شيء طبعا. وبنتابع وين اليورولات اللي هو الاعلانات، الاخبار اللي رح تطلع جديده، واعلان المنحه رح يكون هون طبعا من خلال هذا الموقع الرسمي. لحد الان ما في من قبلهم ولا اي تصريح، ولكن الكل عم بيصرح بالنسبة للأخبار والجرائد عم تصرح إنه السنة الماضية فتحت بتاريخ 16 بالشهر، تمام، فاحتمال هي السنة أيضا تفتح ب 16 بالشهر، تمام. قبل 2017 كانت تفتح ب تقريبا مثل ما لو ذاكرين هون كان يفتح ب 13 أو 14، أحيانا كانت تفتح ببداية الشهر، مثل هون كان عم يحكوا إنه بعام 2016 كانت تفتح ب 3 إيكيم، يعني 3/10، ولكن عام 2016 فتحت ب 16 بالشهر، واحتمال هاي السنة يفتح ب 16 بالشهر. حبيت أخبركم بهذا الخبر الأولي، وإن شاء الله عما قريب راح تفتح المنحة. ونكون مع بعض بالتسجيل، وشكرا كثير للمتابعة، كان معكم علي النبهان.